فضيلة الشيخ حفظك الله، بالنسبة لختان المرأة هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ الصحيح من أقوال أهل العلم في مسألة الختان القول الوسط، وأنه واجب على الرجال أو على الذكور دون النساء، والفرق ظاهر، لأن كلفة الرجل لو بقيت لكان في ذلك ضرر عليه من حيث البول، وكان في ذلك أيضا تلويث، لأن البول يحتقن بين القلفة والحشفة بخلاف المرأة. فالصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه واجب في حق الرجال، في حق الذكور، سنة في حق النساء. وبعض العلماء يقول أنه واجب على الجميع، وبعضهم يقول ليس واجبا على الجميع بل هو سنة. والصواب الوسط أنه على الرجال واجب وعلى النساء سنة.